جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسألكم عن رجل صلى بالناس إماما وبعد ساعات تذكر أن ملابسه كان عليها أثرا من جنابة، وحينئذ يسألكم عن الحكم. جزاكم الله خيرا. نعم. يسألكم عن رجل صلى بالناس إماما ثم تذكر بعد ساعات أن على ملابسه أثرا من جنابة، وحينئذ يسأل عن حكم صلاته وصلاة المأمومين. جزاكم الله خيرا. هذا إذا كان لم يذكر أن عليه جنابة إلا بعدما فرغ من الصلاة، فإن صلاة المأمومين تكون صحيحة، وأما هو فيعيد الصلاة، يغتسل ويعيد الصلاة. نعم. أعيد السؤال مرة ثانية لو تكرمتم شيخ صالح. نعم. يقول رجل صلى بالناس إماما ثم بعد انتهاء الصلاة بساعات تذكر أنه كان يرتدي ثوبا عليه آثار جنابة، فما حكم صلاته وصلاة المأمومين؟ نعم، كما ذكرنا، إذا كان صلى وهو يعتقد أنه على طهارة، ولكن بعدما صلى وانتهى وجد أثر الجنابة على ثوبه، فهذا دليل، وكان هذا بعد قيامه من النوم، فهذا دليل على أنه قد احتلم ولم يشعر بذلك، فيغتسل ويعيد الصلاة. أما صلاة المأمومين فإنها صحيحة. أما إن كان قصده أنه وجد على ثوبه أثر جنابة، يعني مني، وهو قد اغتسل، هو يعرف أنه قد جامع وأنه قد اغتسل، ولكن ما درى عن أثر المني الذي على ثوبه، فصلاته صحيحة لأن المني طاهر.